كتواجدوا الان في دار البيضاء في مؤتمر الدولي ديال الكليات اوكام، كليه ديال سان انطونيو ديال مورسيا اللي جات المغرب. عملت اول مؤتمر دولي ديالها خارج اسبانيا الاراضي الاسبانيه، وهذا المؤتمر الحمد لله نجح بالحضور ديال عدد كبير من اطباء الاسنان. في نفس الوقت كاين واحد العدد العارضين اللي هما جاوا من جنسيات مختلفه، من المغرب، من فرنسا، من ايطاليا، من اسبانيا، وكذلك من الولايات المتحده، اللي جاون هنا وكاين الممثلين ديالهم. هذه الايام الدراسيه كانت حافله بحضور كبير كيف ما قلنا، وفي نفس الوقت كانوا محاضرين بمستوى عالي، وهذا الشيء كنطالبوا انه يكون في المغرب بواحد الطريقه مكثفه، لان الحمد لله الميدان ديال طب الاسنان في تطور مستمر وتقدم مستمر. ثلاث ايام دراسيه كانت فيها محاضرات، كانت فيها دروس اللي استفدوا منها اطباء الاسنان اللي في المغرب وخارج المغرب، لان جاونا الناس من السنغال، جاونا الناس من الكوت ديفوار، وهذا الشيء كيفرحنا. والحمد لله غادي نستمروا بفضل المسانده ديال هذه الكليه هنا في المغرب، اللي دابا عندها فرع ديالها بالناحيه ديال الدراسات العليا اللي ما بعد الجامعيه اللي كتقوم بها في المغرب، وخاصه في ميدان طب الاسنان. Estamos en el último día del congreso UCAM Day que se ha organizado conjuntamente entre Marruecos y España. Enhorabuena al doctor Mohamed Benaziz, encargado de la coordinación y dirección de este programa. Tenemos visitantes y conferenciantes de talla internacional, profesores que han venido de Brasil, de Francia, de Portugal, de España. El evento tiene un nivel científico muy alto y la afluencia de alumnos también ha sido magnífica. Esperamos seguir trabajando para poder desarrollar formación posgraduada en odontología aquí en Marruecos. Gracias a todos por asistir a nuestro evento y gracias nuevamente al doctor Mohamed Benaziz.